والآن أدعو سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر لإلقاء كلمته بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أتقدم بالشكر على الجهود المباركة للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأخي سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء لهذه القمة التي تأتي في وقت حاسم في تاريخ منطقتنا تنقع... تنعقد قمتنا اليوم وشقاءنا الفلسطينيون في قطاع غزة يمرون بما لا طاقة للبشر على تحمله من فضايا آلة الحرب الإسرائيلية وقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما من شأنه إيقاف جرائم الحرب والمجازر المرتكبة باسم الدفاع عن النفس ووضع حد لهذه الحرب العدوانية وإذ تنفطر قلوبنا ألما لمشاهدة قتل الأطفال والنساء والشيوخ بالجملة والمعاناة الإنسانية نتساءل إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي وإلى متى سيسمح لهذا لها بضرب كافة القوانين الدولية عرض الحائط في حربها الشعواء التي لا تنتهي لا تنتهي على سكان البلاد الاصليين. ما يحدث في غزه يشكل خطرا على كافه المستويات. فثمه سوابق تسجل حتى على مستوى الحروب العدوانيه. كيف اصبح قصف المستشفيات امرا عاديا؟ يتم انكاره واتهام الضحايا بدايه ثم يبرر بوجود انفاق تحتها ثم يصبح امرا لا حاجه لتبريره بعد تبلد المشاعر وتعود الاعين على مشاهده الماسي هذه امور غير مسبوقه وجدنا في هذه الحرب او قبل هذه الحرب اثناء حصار غزه ارتفاعا ملحوظا في معدلات المناعه لدى بعض الدول التي تدعي حمايه القانون الدولي والنظام العالمي حيث راينا مناعتهم تجاه مناظر القتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين سواء كانوا اطفالا او نساء وكذلك وكذلك قصف المستشفيات والملاجئ اصبحت لا تؤثر فيهم ووصلت معدلات المناعه لديهم الى رؤيه جثث الابرياء وهي تنهشها الكلاب لا لا تحرك لتلك الدول ساكنا. سبحان الله قوه المناعه فقط على أشقائنا الفلسطينيين النظام الدولي يخذل نفسه قبل أن يخذلنا حين يسمح بتبريرها من كان يتخيل أن المستشفيات سوف تقصف علناً في القرن الواحد والعشرين وأن عائلات بأكملها ستمسح من السجلات بالقصف العشوائي لأحياء سكنية ومخيمات اللاجئين وان شعبا باكمله سيجبر على النزوح قسريا بوجود مخططات مستنكره ومرفوضه لتهجيره. كل ذلك على مراى ومسمع العالم ويرافق ذلك تصريحات عنصريه سافره لقاده اسرائيليون اسرائيليين لا يستنكرها قاده الدول الحليفه لهم. إن دولة قطر ثابتة في موقفها التاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة ونستمر مع شركائنا في المنطقة والمجتمع الدولي في تقديم العون الإنساني والعمل على سرعة وصوله إلى محتاجيه مع التعنت الإسرائيلي المستمر في عقته ونطالب في, هذه في هذا الصدد بفتح المعابر الإنسانية الآمنة بشكل دائم لايصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين دون اي عوائق او شروط. ونرفض رفضا قاطعا استخدام التعسف في اتاحه المساعدات الانسانيه والتهديد بقصفها كوسيله للضغط والابتزاز السياسي. ونشدد على ضروره وصول هذه المساعدات لكافه انحاء قطاع غزه. وهذا كله اضعف الايمان. واقل ما يمكننا جميعا عمله. كما اننا ماضون في دعم كافه الجهود الدبلوماسيه الاقليميه والدوليه لخفض التصعيد وحقن الدماء وحمايه المدنيين، بما في ذلك بذل الجهود في الوساطه الانسانيه لاطلاق سراح الرهائن، ونامل في التوصل الى هدنه انسانيه في القريب العاجل تجنب القطاع تفاقم الكارثه الانسانيه التي حلت به. ونعيد التاكيد على موقفنا الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين أيا كانت خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الوطنية كما ندين بأشد العبارات استهداف المنشأت الصحية والتعليمية وتبرير ذلك بادعاءات غير مثبتة ونطالب في هذا السياق أن توفد الأمم المتحدة طواقم دولية لتحقيق فوري حول المزاعم والادعاءات الإسرائيلية التي تستخدم لاستباحة قصف المستشفيات هذا مع أنه لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الجريمة السادة الكرام تعرفون جميعاً موقف شعوبنا ومشاعرها مما يجري ولا حاجة للإسهاب في الأمر ولا يجوز أن يكون الاختلاف حول هذه القضية أو تلك مبررا للاختلاف بشان اتخاذ موقف حازم مع الجريمه المتواصله في غزه ولا يجوز الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار بل علينا اتخاذ خطوات رادعه لوقف جريمه الحرب المتواصله بحيث تظهر ايضا ثقل ووزن الدول الاسلاميه فمواصله اسرائيل عدوانها وارتكاب جرائم الاباده بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فحسب، بل أيضاً بالأمن الوطني لدولنا. وختاماً نشدد على أن الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس العدل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وهو الحل الذي نادى به المجتمع الدولي. والذي نتمسك به ايمانا منا بحق الشعب الفلسطيني في ان ينعم بالخير والرفاه وحق تغرير المصير في دولته المستقله ولاننا نؤمن ان الخطط الاسرائيليه لما بعد الحرب الاجراميه هي تكرار لسياساتها الاستعماريه التي افشلت جميع مبادرات السلام وحتى الاتفاقيات وقادت الى جميع هذه الازمات والاساس انها ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ولا تفكر الا بترتيبات بترتيبات امنيه مع مواصله عقليه المستعمر وممارسته تجاه السكان الاصليين. وان عدم الزام المجتمع الدولي لاسرائيل بوقف الجريمه الجاريه الان اثناء انعقاد اجتماعنا هذا هو رخصه للامعان في هذا النهج الكارثي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.